يريد صديقي أن يصعد هذه الرافعة، أريكم كيف تصعدونها في الشاحنة. لما تثبت الأرجل الأرجل قليلا، طبعا الحال تخرج الأرجل كي لا تمس في الشاحنة. مفروض أنك تجعل لها كات كات. من الأحسن أن الشاحنة تكون في مكان مائل مثل هذه، مائل هكذا كي تستطيع أن تصعد بسهولة. إن كانت أرض كلها مستوية تصعد، لكن من الأحسن تجعل لها كات كات كي تصعد. الآن ما يبقى عليه سوى أن يدخل الأرجل ويجعل لها السلاسل كي يدخل الأرجل. تجعل مكبح هيدرو الهواء ثم تنزل الأرجل كذلك. من الأحسن أنك تنزل الأرجل كي لا تتحرك في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.